السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي في الله متابعينا الكرام، متابعي قناة وصفات نسائية. بداية أعتذر لكل مشتركين القناة عن غيابي عن تقديم الحلقات لفترة قد تكون طويلة شيء ما، لكني عدت اليوم بشكل جديد أتمنى أن يحوز على إعجابكم. أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. بفكر حضراتكم لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وبعد كده فعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة. لو عجبتكم الحلقة ياريت لايك أسفل الفيديو، دعما لي وللقناة. النهاردة هنتكلم عن العقم، إن شاء الله هقدم لكم الحل. العقم معروف بأنه هو عبارة عن ضعف في الخصوبة وعدم القدرة على الإنجاب. العقم ممكن يكون تأخر الإنجاب لفترة زمنية محدودة، وده يمكن علاجه، وله أسباب كتيرة، منها اللي ممكن تكون المسبب له هي المرأة أو يكون الرجل هو السبب، وفي بعض الأحيان ممكن أن يكون الزوجين معا هما السبب في تأخر الإنجاب. أنا عارف إن الموضوع بيشغل بال الكتير من الناس، لكن النهاردة أنا هحاول أحط بين إيدين حضراتكم علاج فعال لمشكلة العقم وتأخر الإنجاب. ممكن يظن البعض إن الموضوع بسيط وإن الوصفة أو الكلام اللي أنا هتكلمه النهاردة بسيط جدا ولا يعطي له اهتمام، يعني يقول إيه إزاي يعني الحاجة البسيطة ديت يعني ممكن هي تعالج المشكلة الكبيرة العظيمة اللي الناس كتير بتصرف كتير وبتعمل عمليات وكل المشاكل اللي بتحصل عن طريق العقم، ده ان بعض الناس بتلجأ لأشياء أخرى لا ترضي الله عز وجل. أنا النهاردة هجيب لحضراتكم حل إن شاء الله جذري وبسيط وفعال 100%، وبقول لحضراتكم ان ده علاج مناسب جدا ان شاء الله اذا داومتم على الطريقة باذن الله. ربنا يرزق اي محروم في القريب العاجل ان شاء الله. انا العلاج النهاردة او الوصفة بتاعت النهاردة في 3 حاجات. اول حاجة علاج جذري لمشكلة تأخر الانجاب، الاستغفار. ده علاج رائع جدا لمشكلة العقم وتأخر الانجاب. ان شاء الله المداومة على الاستغفار علاج فعال وجذري لمشكلة تأخر الانجاب والعقم. لو حضراتكم مش مصدقين اقرأوا من الآية 10 للآية 13 من سورة نوح، يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اكيد ده بالطبع دليل قاطع ان كثرة الاستغفار بيزيد من الرزق في المال والولد. اخي او اختي اذا كنتم محرومين من الانجاب ده علاج فعال وموثوق 100%، والدليل مش من عندي، ده الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. العلاج الثاني هو قراءة القرآن. ايوه قراءة القرآن علاج لتأخر الانجاب، ومش تأخر الانجاب وبس، ده علاج لكتير من الامراض اللي لا يعرف عددها الا الله. بعض الامراض ممكن حضراتكم ما تكونوش سمعتوا عنها، في امراض في علم الغيب، في امراض لسه ممكن تكون ما ظهرتش، وفي امراض دلوقتي موجوده ما كانتش معروفه في اسلافنا قبل كده. القران بيعالج كل الامراض دي، وطبعا بيعالج مشكله العقم وتاخر الانجاب اللي انا بتكلم عنها النهارده. الدليل على كلامي يقول الله تعالى في سوره الاسراء في الايه 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يبقى انت حضرتك لما تقرأ القرآن وتداوم عليه وكمان تحاول على قد ما تقدر تحفظ من القرآن، ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك بقراءة القرآن بأن هو يشفيك ويعالجك، فالله وحده هو الشافي المعافي، ويرزقك بالذرية الصالحة بإذن الله. العلاج الثالث هو العسل. العسل هو علاج لجميع الأمراض، لجميع الامراض، ايوه لجميع الامراض، وبقولها بكل ثقه، والكلام مش من عندي، الكلام برضو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في سوره النحل في الايه 69، يقول تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه
فيه شفاء للناس. يبقى العسل علاج، العسل شفاء، العسل بيعالج جميع الأمراض، والدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا بنخص الحديث النهاردة من ضمن الأمراض العقم وتأخر الإنجاب. يبقى العسل علاج لأصعب الأمراض المزمنة، وخصوصا أمراض الخصوبة وزيادة القدرة عند الرجال أو ضعف التبويض عند النساء. في مكون تاني لو احنا حطيناه مع العسل أو ضفناه على العسل هيزيد من فوائده الرهيبة والمفيدة في القدرة وتأخر الإنجاب. المكون دوت هو الحبة السوداء أو حبة البركة أو الشونيز. طيب، وفي دليل على كده في السنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. يبقى الطريقة، احنا هنجيب كيلو عسل ونخلطه مع تمن كيلو من الحبة السوداء المطحون، وهناخد من الخليط او المعجون الحبة السوداء مع العسل معلقتين الصبح ومعلقتين بالليل، وتداوموا على كده ان شاء الله. ان شاء الله هتزيد القدرة الزوجية والإنجابية بدرجة مدهشة ولن تتخيلوه، وده لأن العسل بيزيد من نشاط الجسم وقوته وبيقوي من القدرة الزوجية للرجل خصوصا، وبيعالج مشاكل التبويض وضعف التبويض عند المرأة. كمان إضافة الحبة السوداء مع العسل بتزيد جدا من فوائده، لأنها تحتوي على عناصر مهمة جدا للجسم لزيادة الطاقة، وهي مفيدة جدا وتعتبر ساحرة، وبتزيد من سريان الدم في الجسم وتدفقه للقلب وجميع الأعضاء. الخلطة دي كمان بتعالج الضعف عند الرجال وبتزيد من انتصاب القدرة وكل مشاكل المتعلقة بالسائل المنوي عند الرجل من قلة الحركة أو قلة العدد أو الضعف أو أي مشاكل بتخص مشاكل الخصوبة بالنسبة للرجل، وكل مشاكل التبويض عند السيدة، وبتحسن من وظائف المخ وبتحسن كل وظائف الجسم. الوصفة دي جميلة جدا، ما تكسلوش، وأرجو من حضراتكم إن أنتم تاخدوا العلاج كله من أوله، من أول بداية أول خطوة اللي هي زي ما قلت لحضراتكم، ما تكسلوش عن الوصفة. الوصفة جد رائعة جدا وجميلة جدا. الاستغفار، قراءة القرآن، العسل وحبة البركة، لو داومتم على الطريقة إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله ربنا يرزقكم بالإنجاب ويرزق كل محروم من الولد بالولد الصالح إن شاء الله. اللهم اشفكم واشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزق كل محروم من الإنجاب. اللهم ارزق كل محروم من الذرية بالذرية الصالحة. أرجو أن تكون الحلقة بتاعت النهاردة عجبتكم. دمتم في أمان الله. ما تنسوش إذا عجبتكم الحلقة دعما لي وللقناة لايك أسفل الفيديو، وإذا حبيتم تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. أحباب في الله، أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.